الاستغاثة بغير الله، بالحسين عليه السلام وبالنبي صلى الله عليه وآله، وطلب الشفاعة منهم. يقول: قريش كانت تعلم أن الله هو المجيب والمقيث، ولكن كانوا يتوسلون بالأصنام ويتخذونها وسيلة لتقربهم إلى الله كما ذكرت الآيات، فما كانوا يعبدون الأصنام ولكن يتخذونها وسيلة، لا يعبدون الأصنام بعينها. هذا أول إشكال. بعدين نتفرع بالتفرعات اللي ذكرها. يعني المقدمة التي ذكرها الأخ أبو مشاري مقدمة خاطئة مغلوطة، وأظنه أخذها مما تعلمه في المدارس الرسمية التي تدرس المذهب الوهابي، فإن هذا الكلام، يعني هذا المنطق بعينه، قرأته أنا في كتب محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب يقول هذا المنطق، يتكلم بهذا المنطق، يقول إن المشركين الكفار بماذا كفروا؟ بأنهم لا، ليس لأنهم كانوا ينكرون الله، فإنهم كانوا يعتقدون بالله عز وجل، ولكن لمجرد أنهم اتخذوا شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، هؤلاء الشفعاء. والمقصود هنا بالشفعاء الأصنام، فلذا يكون سائر المسلمين ممن يتشفعون عند الله عز وجل بالأنبياء، بالأوصياء، بالصالحين، بالأولياء، أيا كان، يكونون كفارا على هذا القياس. وهذا كلام واضح البطلان، فإن المشركين الكفار ما كانت مشكلتهم فقط في أنهم يتخذون شفعاء عند الله يتقربون بهم، وإنما كانت مشكلتهم كما نص عليه القرآن الحكيم أنهم اتخذوا من دون الله أندادا. ما معنى أندادا؟ أي يعني شركاء لله، شركاء. ليش نسميهم مشركين؟ شركاء يعني الصفات الإلهية، الصفات الربوبية، كما جعلوها لله جعلوها كذلك لهبل مثلا، جعلوها كذلك للات، جعلوها كذلك للعزة. أما كأنهم قالوا هذا إله أكبر وتلك آلهة أصغر، وتلك الآلهة الأصغر ما نعبدها إلا لشنو؟ ليقربونا إلى الله زلفى. أما هي آلهة، أنداد لله، شرك. لا يوجد مسلم الآن وإن تشفع بمن تشفع به لا يقول إن هذا الشفيع ند لله. فإذا كيف تسري الحكم من ذلك الكافر المشرك في زمان النبوة، في زمان أول البعثة، الذي أنكر عليه القرآن ما أنكره، تسري حكمه إلى المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لا ند لله عز وجل؟ هذا كلام باطل. هذا عينا مثل الذي يأتي مثلا ويقول إن المسلمين في ضلال. ليش المسلمين في ضلال؟ يقول لأنهم مثلا الآن مما يصنعونه أنهم يقولون آمين. المسلمين يقولون آمين أم لا؟ نعم. نحن عندنا طبعا آمين في الصلاة مبطلة للصلاة إذا قلتها بعد الفاتحة كما يصنعه أهل الخلاف،
الآن نفرض شخص يقول لا آمين معناها ماذا؟ أن المسلمين في ضلال. ليش؟ لأنه يقول ثبت أن الأمم الكافرة التي سبقت أمة الإسلام كاليهود والنصارى مثلا من جملة ممارساتهم أنهم كانوا يقولون آمين، وآمين هذه في حقيقتها كلمة سريانية انقلبت عن كلمة آمون إله الفراعنة، هو أصلا آمون ثم بعد إذن جرى يعني تغيرت الكلمة، الواو انقلبت إلى ياء صارت سريانية الكلمة، جرت على ألسنة الكفار وإذا بها تتسرب إلى المسلمين والمسلمون يقولون آمين. فكل من يقول اليوم آمين فهو مشرك في ضلال، لأن آمين ها هنا المقصود بها من؟ آمون إله الفراعنة، وهذا شرك، هذا كفر. هذا منطق سليم أن واحد يقوله؟ لا. افرض أن هنالك تشابه، افرض ذلك، افرض أنه بحسب يعني علم عليكم السلام علم الألسنة واللغات أنه هذه الكلمة جاءت بهذا الطريق، افرض ذلك، لأنه اللغات بالنتيجة تداخلت وتفرعت منها كلمات من اشتقاق واحد. احنا مثلا الآن باللغة العربية نقول كهف، صحيح؟ بالإنجليزية شنو نقول؟ كيف. بالفرنسية شنو نقول؟ كافا مثلا، كلها نفس الحروف تقريبا، نفس هذا يدل كله على أنه اللغات كلها ترجع إلى جذر واحد. الآن فليكن الذي يكن، هل يجوز للشخص أن يقذف إخوانه المسلمين؟ نفرض أنه وقف على خطأ هذه الكلمة، أنه ما ينبغي أن يقول آمين، نفرض وقف على ذلك، يأتي ويرميهم بالشرك والكفر ويستحل دماءهم بناء على ذلك لمجرد أنهم يقولون آمين، وهم بذلك ضاهوا ما كان يقوله الكفار آنئذ لما يعبدون الإله آمون ويصيحون آمون. هذا لما تشوفهم بالمسجد الحرام آمين، شنو يعني بهالطريقة احنا نتكلم؟ هذا منطق سليم؟ لا، لأنه يقال وإن تشابه الفعل أو اللفظ أو الشكل الإطار الصورة، لكن المضمون ما هو؟ أولئك الذين كانوا يصطفون ويقولون بشكل جماعي آمون، ومن بعدهم اليهود والنصارى ويقولون آمين، كان قصدهم من ذلك ما هو؟ التوحيد الخالص أم كان ماذا؟ كانت ممارسة طقسية شركية يقصدون بها غير الإله الواحد الأحد. أولئك كانوا يقصدون من؟ آمون، إله افتراضي صحيح لا وجود له. واليهود والنصارى، اليهود يقصدون من؟ الإله المجسم الذي ابنه مثلا عزير، صحيح ليس إلهنا. النصارى يقصدون من؟ الإله المثلث، الآب والابن والروح القدس. فإذا فليكن كلهم يقولون آمون أو آمين، لكن المسلم الذي يقول آمين لا يقصد بذلك ما يقصده أولئك الكفار، فكيف تساوي بينه وبينهم؟ ما يصير أنت تأخذ الصورة فقط وتهمل المضمون، على المضمون تترتب الأحكام لا على الصورة والشكل. هذا أكبر غلط. هذا المشركون نعم كانوا يعتقدون بأن هنالك شفعاء لله يشفعون لهم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زين، ولكن كانوا يعبدونهم
يعتقدون فيهم أندادا لله، شركاء لله، يعتقدون فيهم آلهة. المسلم أيضا يتشفع، لكن فرق بين مضمون ما يعتقد به المسلم من التشفع حين يتوجه طالبا الشفاعة وبين ما يعتقد به المشرك. ذاك مشرك يعتقد في من أشرك به الشفاعة، هذا موحد يعتقد في من تشفع به أنه عبد لله لا أنه إله، ند لله. فرق. لا يوجد مسلم لما يتشفع برسول الله صلى الله عليه وآله مثلا ويقدمه بينه وبين الله، يقول أقدمك بين يدي حاجاتي فاشفع لي يا رسول الله، لا يوجد مسلم حين يقوم بذلك إلا وهو يقول في صلاته ماذا؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تسأله تقول هذا النبي يغيثك، يجيبك، يساعدك من دون الله، هو ند من دون الله، أولئك اتخذوا أندادا من دون الله، هذا من دون الله؟ يقول لك لا، أصلا النبي لا يملك ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله، لأنه عبد الله لا أنه مستقل في إرادته. إذا الله أذن له بالشفاعة يشفع، لم يأذن له بالشفاعة لا يشفع، وهكذا سائر الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، وهذا صريح القرآن الحكيم. بل عباد مكرمون. الآيات في سورة الأنبياء أي لا يعصون الله ما أمرهم، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعني. سورة الأنبياء 26 أي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني هؤلاء العباد سواء كانوا ملائكة، أنبياء، أوصياء، عباد مكرمون، صحيح أم لا؟ هؤلاء أيضا كان هنالك مثلا من يؤلههم، هنالك من أله المسيح عليه السلام، صحيح؟ هنالك من أله الملائكة، كان البعض يعبدون الملائكة كذلك، صحيح أم لا؟ هنالك من أله نبينا، هنالك من أله إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، هؤلاء كفار، ماكو كلام. الله كأنه هنا يرد على الجميع، يقول هؤلاء لا تؤلهونهم، هؤلاء شنو؟ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة ثابتة لهم أم لا؟ للعباد المكرمين ثابتة لهم، لكن برضا الله بإذنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني عبيد، يعني الأمر النهائي بيد من؟ بيد الله عز وجل. ومن يقل منهم إني إله من دونه، لاحظ تعابير القرآن الدقيقة، إله من دونه يعني ند من دون الله، إله له الصفات الإلهية. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإذا فرق هنا بين أن يقول المرء إني أتشفع مثلا بالمسيح، نفرض أن هنالك نصراني يقول أنا أتشفع بالمسيح عليه السلام وهو يقربني إلى الله زلفى،
الابن يقربني إلى الآب الذي في السماوات، يا إلهنا الذي في السماوات، هم كذا يصلون عادة. مو شكل نقول له لا فرق، أنت لا أنت هنا قد أشركت. لماذا؟ لأن القضية ليست مجرد شفاعة. إذا أنت تطلب فقط الشفاعة من عيسى بن مريم عليه السلام، المسلم له أن يطلب الشفاعة منه، يطلب بشرطها وشروطها أن تعتقد أنه عبد لله لا إله، وأنت تعتقد أنه إله، تعتقد أنه ابن الله عز وجل، هذا كفر. اثنين، أن تعتقد أن هذه الشفاعة التي يمكن أن تحصل عليها من المسيح إنما بالنتيجة تكون بأمر من؟ بأمر الله ورضاه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا قلت إنه إله من دون الله عز وجل كنت من الظالمين، كنت من أهل جهنم. هذا هو الفرق. لا يجوز أن نرتب الحكم هكذا على المسلمين، نكفرهم ونشركهم، يعني نرميهم بالشرك لمجرد أنهم يتشفعون. نمسك هذا المسلم، المسلم الذي يذهب الآن لزيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة مثلا، أو يذهب لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف، أو يذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة أو في القاهرة، نمسكه نقول له تعال يا أخي، أنت حين تزور هذا النبي أو هذا الوصي ماذا تعتقد فيه؟ إله من دون الله؟ يقول حاشا لله، لا إله إلا الله، هذا مو إله. ماذا تعتقد فيه؟ عبد لله؟ يقول نعم عبد لله، محمد عبد لله، وعلي عبد لله، والحسن والحسين عبدين لله، وباقي الأئمة وباقي الأنبياء وكل الأولياء وكل الصالحين عباد الله عز وجل. طيب ليش تأتي هنا؟ يقول أنا أتشفع بهم إلى الله. عباد مكرمون، أحسنت. يعني شنو أتشفع بهم إلى الله؟ الله تعالى أنبأني في القرآن الحكيم أنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأنا موقن أن نبينا صلى الله عليه وآله له مقام الشفاعة، وكذلك أهل بيته الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء الأوصياء الصالحين بشكل عام، هؤلاء الله عز وجل يجعلهم شفعاء يشفعون برضاه بإذنه. زين، فأنا أحاول أن أتشفع بهؤلاء بمعنى أن أتقرب إلى الله عز وجل، وأتخذ هؤلاء ماذا؟ وسيلة تقرب استجابة الدعاء من الله عز وجل. الدعاء بالأصل إلى الله عز وجل، أما كأني أقول للنبي أو للوصي أنتم اشفعوا لي عند الله عز وجل، ادعوا معي، قولوا لله عز وجل إلهي استجب لفلان. يعني يا نبينا يا أبا القاسم صلى الله عليه وآله، أنا أطلب منك، أنا سأدعو الله عز وجل، أنت اطلب من الله عز وجل يستجيب دعائي، أو أنا أقدم الدعاء لك أنت ادعو لي، قل إلهي إن فلانا توجه لي وجعلني شفيعا له ووسيلة إليك إلى رضوانك، فرض عنه يا رب، فرج عنه همه، فرج عنه غمه مثلا، استجب له. أي شرك في هذا؟ أي كفر في هذا؟ يقول الأخ وكذلك سائر الذين تأثروا بالفكر الوهابي الضال، يقولون ولما لا تتوجهون إلى الله مباشرة؟ ليش تتخذون وسائط؟ ليش تتخذون وسائل؟ هذا عجيب هذا الكلام، هذا مصادم للقرآن الحكيم. الله تعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة، يعني هنالك وسائل تقرب استجابة الدعاء. صحيح ليس هو على نحو الحتم، لكن أنت وشطارتك إنجاز التعبير، يعني أنت لازم تتقرب إلى الله عز وجل بما يقرب استجابة الدعاء.
عجيب منطق هؤلاء. أنت لماذا مثلا إذا أصبت بمصيبة معضلة، أصابك مرض خبيث مثلا، كثير حتى من البكريين حتى من الوهابيين يصيبهم مرض مثلا خبيث لا علاج له، ماذا يصنع؟ يقول أذهب لكي أعتمر، أذهب لكي أعتمر، وهناك أقف عند الحطيم بين الركن والمقام، هناك في تلك النقطة أنا أقف هناك أو عند المستجار أو أيا كان في هذه البقعة الطاهرة، وأدعو الله من هناك، أدعو الله من هناك لكي يشفيني. فهل يصح أن نقول له إن الله يسمع دعائك من كل مكان، لست بحاجة لأن تذهب إلى مكان خاص تجعله شفيعا لك، تجعله وسيلة إلى الله؟ ادعوا من بيتكم ما يحتاج، لماذا تذهب إلى هناك؟ لماذا تتقصد؟ هو شنو معنى أن المسلم يقول أنا أذهب بين الركن والمقام أدعو الله عز وجل من هناك؟ معنى ذلك أنه جعل هذا المكان، جعل هذا المكان شفيعا له عند الله، وسيلة، أحرى لأن يستجاب دعاؤه إذا ما دعا من هذه النقطة، وإلا يقدر يدعو من استراليا، من أي مكان، من كندا يروح يدعو، ماكو مشكلة يعني لا ضرورة، صحيح أم لا؟ والله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، الله يسمع دعاءنا. لماذا نتعنى عناء السفر ونذهب ونصلي هناك وندعو من هناك؟ لماذا نتخذ هذه البقعة الجغرافية وسيلة؟ لماذا؟ لأنه يقال هذا أنت وشطارتك، بعد أنت كلما أديت ما يحبه الله، والله يحب أن يدعى من المسجد الحرام ومن خصوص المستجار، من خصوص الحطيم، من خصوص ما بين الركن والمقام، صحيح؟ تلصق نفسك مثلا بجدار الكعبة وتدعو، هذه كلها مما تقرب استجابة الدعاء، شيء واضح. فعجبا لبعض هؤلاء كيف يقبلون بأن تكون قطعة أرض وسيلة تقربهم إلى الله، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لا يجعلونه وسيلة، وإذا ما جعله أحد وسيلة قالوا أنت مشرك. النبي الذي هو أعظم من تلك البقعة بالاتفاق، نبينا أعظم، أعظم حرمة حتى من الكعبة، المؤمن العادي أعظم حرمة من الكعبة، فكيف بسيد المؤمنين سيد الخلق صلى الله عليه وآله؟ والنبي صاحب شعور وإدراك، البقعة ليست صاحبة شعور وإدراك بالقياس إلى شعور الإنسان، شعور العقلاء. فكيف يصح ولا يكون منافيا للتوحيد أن يتشفع المرء بمكان وأحيانا بزمان، بزمان مثلا هو يستطيع أن يدعو الآن مثلا، لكنه يؤخر دعاءه لمتى؟ للثلث الأخير من الليل. ليش؟ يقول ساعة استجابة الدعاء هذه. هذا هنا تشفع بماذا؟ بزمان، بوقت. عجيب أمركم، يصح أن يتشفع المرء بزمان أو مكان، ولا يصح له أن يتشفع بسيد الإنس والجان صلى الله عليه وآله؟ يعني هذا شيء غريب، منطق غريب. فإذا هذا كلام من كلام الوهابيين، وهو حقيقة جهل بالتوحيد، جهل بالقرآن، جهل بالسنة. حتى السنة أشارت، هذا الجزء الثاني من سؤاله سماحة الشيخ، انه هو تفضل قال انه الحين استدل بالمنطق العقلي، بعدين نفى حتى من الجهة النقلية، قال لا يوجد صحابة او من السنة النبوية او من الآيات او من الأنبياء لم يتشفعوا بغير الله، وهذا ما دل عليه القرآن، فالدعاء لا يجوز ان يصرف لغير الله. هذا الجزء الثاني من سؤاله.
أي إحنا لا شك نتفق أنه الدعاء بقصد العبادة واعتقاد الألوهية في المدعو لا يجوز لغير الله عز وجل. أما أن تدعو صديقك لأن يدعو لك فيه إشكال؟ شنو تقول له أصلا؟ تقول أنا أدعوك لكي تدعو لي، فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. تقول له شلون دعوته؟ يقول لك شلون دعوته؟ هاي عبادة. يقول له يا عمي أنا دعوته صحيح، أما ليس بقصد العبادة والألوهية فيه، ليس الدعاء هذا من جنس العبادة وليس هو من قصد الألوهية في هذا المدعو، ليس من هذا، وإنما هي أشبه بدعوة، دعوته طلبت منه. صار واضح؟ هو الدعاء شنو؟ هو بالأصل لغة ما هو؟ الطلب. طلب ممن؟ من الداني للعالي، عادة من الداني للعالي يقال دعاء، من العالي للداني يقال أمر، إذا كان فيه طلب. العالي للداني يقال ماذا؟ أمر. زين، إذا نفس الكفة يعني نفس المستوى، طلب من شخص لشخص آخر وكلاهما في نفس المستوى، ليس بينهما تفاوت في العلو أو الدنو، فيقال التماس هنا في اللغة، يقال التمس منه. صار واضح؟ فإذا مطلق الدعاء إن لم يكن بقصد العبودية واعتقاد الربوبية أو الألوهية في المدعو، هذا لا إشكال فيه شرعا. أنت تقول أنا أدعوك للوليمة، هذا شنو معنى؟ يعني اعتقدت فيه إلها مثلا؟ هذا كلام تافه. هذا يعني أوضح الواضحات أحيانا واحد لازم يوضحها للمخالفين وللوهابين على وجه الخصوص، لأنه العقل ممسوح. أوضح الواضحات من هذا القبيل. فيا أخي أنت تقول أنه هذا دعاء وهو شرك، ليس الأمر هكذا، لأنه هذا الذي يدعو، يعني يدعو محمدا لأن يشفع له، يعتقد في محمد الألوهية؟ كلا، حتى حين ينادي يا محمد، لأن هم عادة يشكلون على هاي النقطة، يقولون ليش تقولون يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين يا مهدي مثلا، ليش تقولون هكذا؟ هذا شرك، قولوا فقط يا الله. صحيح، هذا حتى جهل بالسنة. إذا كان هذا شركا فأول من علم الناس الشرك والعياذ بالله رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله، فهنالك في الحديث الصحيح الذي أخرجه أهل الخلاف أنفسهم أنه علم ضريرا أن يدعو الله عز وجل وينادي يا محمد في غيبة النبي صلى الله عليه وآله، يعني قال له اذهب. مضمون الحديث إذا راجعتم حديث الضرير مشهور معروف، قال له اذهب وصلي وادعو، قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد اشفع لي عند ربك. وألفاظ متنوعة أكل هذا الحديث، هذا حديث أيضا موجود عندنا، موجود عند المخالفين أيضا على السواء. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم امرئا من المسلمين الشرك؟ يقول له قل يا محمد، ومحمد ما كان يسمعه حين ذاك، يعني ما كان معه في نفس المكان، لأنه قال له اذهب وادعو هكذا. وهذا الحديث علم في وين؟ زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، لما جاء رجل ولعثمان ورآه عثمان بن حنيف وعلمه، قال له أنا أعلمك كما علم رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الرجل، روح الآن. وهذا كان متى؟ بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وارتفاقه وارتحاله إلى الرفيق الأعلى، قال له اذهب وقل هكذا، قل يا محمد. يعني الصحابة اللي أنتم دوختون بهم يعلمون الناس الشرك أيضا؟ هذا كلام باطل. هذا الذي يقول يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين
هذا لا يقصد أنهم آلهة، وإنما معنى مناداته هذه يعني بهؤلاء بأسماء هؤلاء أنه يطلب منهم الشفاعة، كما ذلك الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينادي باسمه يطلب منه الشفاعة بهذا، يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى الله ربي، الرب هو الله، الإله هو الله، هذا عبد الله سيد عبيد الله عز وجل، وفي نفس الوقت ماذا؟ سيد خلق الله، سيد رسول الله عز وجل، فأنا أقدمه أتوجه به إلى الله عز وجل. وذات مرة أنا نقلت لكم في بعض محاضراتي القديمة التواريخ التي كانت يعني عن تواريخ حتى ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كيف كانت العرب في بعض حروبها السابقة لما كان يبلغها من أن هنالك نبيا سيظهر واسمه محمد وعلى يده النصر، كانوا ينادون في شعاراتهم أثناء الحروب مثل حربهم التي جرت مع الفرس وانتصروا بها، كانوا ينادون في الحرب يا محمد، هذا شعار النصر. ولذلك أوصينا الإخوة الذين يقاتلون الإرهابيين في العراق بأن يرفعوا أيضا هذا الشعار وينادوا به. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول نحن شعارنا يعني أهل البيت ماذا؟ يا محمد، شعارنا يا محمد صلى الله عليه وآله. وذات مرة نقلت لكم رواية البخاري التي فيها أن فاطمة الزهراء عليه السلام بعد شهادة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كانت تناديه وتقول يا أبتاه، تقولون إن الزهراء عليه السلام مشركة بذلك لأنها تنادي من هو ميت؟ شراح الحديث قالوا أنه هذا تقصد به الرثاء، ليس مجرد ياء النداء هذه، يعني ما كلما استخدم المرء ياء النداء يكون المقصود بذلك العبادة، ليس هكذا، مجرد أنه قال ياء أو الاستغاثة ممن يعتقد به الربوبية والألوهية، هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله عارف باللغة، لا يقوله عارف حتى بالعرف، يعني عرف الناس ياء النداء هذه تأتي أحيانا للرثاء، تأتي أحيانا للندب، تأتي أحيانا لمطلق الدعاء بمعنى التشفع، للدعوة، للتذكر، لأي شيء من هذه الأشياء، ليس شرطا أن تكون محصورة في هذا المعنى. والأحكام كما قلنا دائما تنبني على المضامين، على الاعتقادات، لا على الظواهر. لا يجوز تكفير الناس ورميهم بالشرك والبدعة ونحو ذلك لمجرد الظاهرة، لا بد أن ننظر فيما يعتقدونه من وراء هذه الظاهرة.